هناك أمور عديدة مطروحة الآن في على خطة وزارة التعليم العالي. أحد هذه الأمور الهامة والتي تخص شريحة كبيرة من أبنائنا الطلاب هو الامتحان الوطني. لذلك ارتأني الآن قبل اتخاذ أي إجراء بخصوص الامتحان الوطني أو الاختبار الوطني، ارتأينا إقامة ورشة وإجراء دراسة تفصيلية عن واقع الاختبار الوطني. وما قدمته الآن أنا في هذه الورشة هي تحليل إحصائي كامل وواسع عن الدورات التي تقدم فيها الطلاب، ولاحظنا من خلال هذا ما قدمته الآن في خلال العرض تباين كبير في مخرجات الجامعات على مستوى الاختبار الوطني، وأيضا لاحظنا عدم وجود ارتباط بين مخرجات الجامعات وبين نتائج الاختبار الوطني. واليوم يجب أن نقرر هل الاختبار الوطني هو مقياس مناسب؟ إذا كان مناسبا سنستمر به، إذا لم يكن مناسبا يجب أن نبحث. لا يجوز أبدا إبقاء الوضع على ما هو بدون مقياس. الآن يجب أن نبحث عن مقياس آخر، وإلا خبراتنا في الاختبار الوطني يمكن الآن أن نعيد تقويمها وتوجيهها بالشكل الصحيح. خلال فترة الأزمة مركز القياس والتقويم أشرف على 90 امتحان وطني. هدول 90 امتحان وطني كان يشرف عليهم في 4 مراكز امتحانية، ونحن طبعا وهذا بعدة اختصاصات في الطب وطب الأسنان والصيدلة والعمارة والمعلوماتية والتمريض، وهذا الشيء الحقيقة هي كانت نقطة وبقعة بطيئة في تاريخ وزارة التعليم العالي، ولكن أكيد لا تخلو منها فوات. فنحن بدنا نعمل على تطوير الأداء ونشوف شنو نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص لحتى نحن نسعى لتطوير أدائنا. هدف ورشة العمل هو تقييم الاختبارات الوطنية اللي صار لها فترة عم تصير هلا بالطب، من الكليات الطبية صار لها فترة أطول من الكليات الهندسة المعلوماتية، نحن تقريبا 3 دورات. والهدف من عملية التقييم نشوف يا هل ترى هالتجربة هل هي تعطي مؤشرات ونتائج، وكيف ممكن تطويرها بحيث أن تعطي مؤشرات لأصحاب القرار، للطالب، للكليات، لأصحاب القرار بكافة مستويات.